الدكتور سيد قصير وزير الزراعه. اولا سياده الوزير مساء الخير. مساء الخير احمد بيه. سيادتك في عناوين سريعه اهميه هذا المشروع، سيادتك كنت حاضر النهارده مع سياده الرئيس اللي مصر بتتكلم عليه وبتعمله وبدات تعمله بجد، اهميه هذا المشروع يا فندم بالنسبه لنا كمواطنين، ومحتاجين ايه من هذا المشروع، وايه اللي هننتجه في هذا المشروع؟ اسمح لي اول، احنا اليوم شرفنا بالحضور مع فخامه السيد الرئيس وفي حضور دوله رئيس الوزراء ومعالي وزير الري والساده زملائنا من الهيئه الانسيه والقوات الجويه المشرفه على مشروع مستقبل مصر. المشروع ده يعني عايز اسميه يعني ده مشروع عملاق، مشروع عبقري. ده انت بتتحدث عن مشروع مساحه المساحه بتاعته 2.2 مليون فدان، بتتكلم على مشروع تنموي متكامل، زراعه، تصنيع زراعي، انشطه تعبئه وتغليف، محطات تصدير، انشطه حيوانيه، انشطه استزراع سمكي، انشطه داجني، مشروعات تنمويه متكامله. وبالتالي مثل هذا المشروع وحجم المساحه المستهدفه في الزراعه فيه مليون فدان، لك ان تتخيل احمد بيه ان انت بتتكلم عن مليون فدان، مش بتتكلم عن الافات، انت بتتكلم عن مليون فدان ارض زراعيه صافيه هتخش الزراعه، تمثل حوالي 30 او 35% من مساحه الدلتا القديمه. مشروع توجيهات سياده الرئيس ان يتم الانتهاء منه في خلال سنتين. حجم الاستثمارات في هذا المشروع قد تفوق ال 300 مليار جنيه. مشروع بيحقق موقعه، يعني عايز اقول على الطرق الرئيسيه، قريب من المواني، يعتبر ظهير لحوالي كثير من المدن الصناعيه زي 6 اكتوبر والسادات والسفنكس وبرج العرب وخلافه. يعتبر برضو امتداد لمحافظات الدلتا. هذا المشروع بيستهدف اصلا، انت يعني الهدف الرئيسي عندنا ان احنا نقضي على يعني نحقق قدر كبير من الامن الغذائي لشعب مصر العظيم، نقلل الفجوه في المحاصيل الاستراتيجيه اللي زي القمح والذره والمحاصيل الزيتيه وخلافه. ان انت كمان بتحقق زياده في تنافسيه الصادرات اللي انت ليك ميزه فيها نسبيه سواء الفاكهه او الخضره، وبالتالي بتزود مصادر النقد الاجنبي المتاحه لك.